Jag vill välkomna Faik Saleh, ordförande för palestinska folkets förening. Varsågod, kom fram. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيها الأخوات، دعوني باسمكم جميعا أن نرسل أكبر تحية إلى شهداء يوم الأرض الذين سقطوا في مثل هذا اليوم، يوم 30 آذار 1976، حيث سقط 6 شهداء في انتفاضة يوم الأرض أثناء قيامهم بالتظاهرات احتجاجا على سياسة التحويل ومصادرة الأرض في قرى سخنين وعرابة ودير حنة. وإني في هذه المناسبة الخالدة أرسل أسمى التحيات النضالية إلى شعبنا في كل مناطق 48، كما نحيي شعبنا في القدس والضفة الغربية وغزة وفي كل مناطق الشتات. ودعوني باسمكم جميعا أن أرسل تحية نضالية إلى أسرانا البواسل في جنازين الاحتلال الذين يخرجون معركة الحرية والكرامة، وبشكل خاص إلى الأسير خضر عدنان والأسيرة هلال الشمل. وإني أرسل أكبر تحية إلى كل الجرحى الذين سقطوا البارحة في مظاهرات يوم الأرض. منذ 30 آذار 1976 أصبح يوم الأرض يشكل رمزا كبيرا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال. أصبح يوم الأرض يشكل يوم انتفاضة الدماء لحماية أرض الأجداد. أصبح يوم الأرض أصبح كابوسا على الاحتلال الصهيوني، لأنه يشكل رمز للتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه والتمسك بحق العودة إلى أرضه وديارة. إن الأرض تشكل جذر الصراع الوجودي مع الكيان الصهيوني الذي ما زال يراهن على عامل الزمن والقوة والمدرسة لابتلاع شعبنا من أرض وطنه في المثلث والجليل والنقب والقدس. لكن هذه السياسة فشلت بعدما أصبح يوم الأرض يشكل عنوانا لانتفاضة سنوية يقوم بها شعبنا من أجل تعميم ثقافة المقاومة والصمود والوحدة المعمدة بدماء الشهداء. وإني في هذه المناسبة أدعو القيادة الفلسطينية للتخلي عن خيار المفاوضات العبثية وعن خيار أوسلو والتمسك بنهج المقاومة، لأنه الخيار الوحيد الذي سيوصلنا إلى تحقيق أهدافنا في التحرير والعودة. منذ 10 أيام لقد مرت ذكرى معركة الكرامة الخالدة، وذلك في 21 آذار 1968. في تلك المعركة صمدت الثورة أمام آلة القتل الصهيونية، واستطاع عدد قليل من الفدائيين الفلسطينيين هزيمة الجيش الصهيوني، وكبدوه خسائر فادحة وألغموه على التراجع والهزيمة. وهذه المعركة شكلت نقطة تحول استراتيجي في الصراع العربي الصهيوني، حيث التحق آلاف المقاتلين الفلسطينيين في صفوف الثورة بعد هذه المعركة. كما إني هنا أؤكد أن المقاومة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب الله اللبناني استطاعت أن تلغم العدو الصهيوني للانسحاب من جنوب لبنان بدون قيد أو شرط لأول مرة في أراضي عربية. وكما أن انتفاضة أطفال الحجارة وانتفاضة الأقصى استطاعت أيضا إجبار الاحتلال للانسحاب من غزة، واستطاعت المقاومة
هزيمة العدو الصهيوني. وأخيرا دعوني باسمكم جميعا أرحب بفرقة أصحاب